السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم سوف يكون تفسير رؤية العجين أو العجن في المنام. قبل بدء الموضوع أدعوكم إلى الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم. ماذا تعني تفسير رؤية العجين أو العجن في المنام؟ بصفة عامة، رؤية العجين في المنام أو العجن في المنام تفسر غالبا بتيسير الأمور، بصلاح الأمور، بسعة في الرزق. يعني الرؤى تختلف على حسب كل شخص وما له من مشاكل. هناك بعض الناس التي لها مشاكل يعني لا تستطيع تسديد ديونها، هذا هو المشكل. ولذلك فالرؤى التي تظهر لها في المنام غالبا لها يعني إما تأتيها كرؤى تبشيرية تبشرها بأن هذا الدين سيسد، فترى رؤية تبشر بذلك. هناك ناس لديها مشاكل في تريد الزواج، آخرون يريدون الطموح، آخرون يريدون الدراسة. لذلك الرؤى تختلف على حسب كل شخص وأحواله. رؤية العجين بصفة عامة تدل على صلاح الأمور، على تيسير الأمور، على تحول الأحوال للأفضل، على سعة في الرزق. يقول العلامة ابن سيرين بأن رؤية العجين في المنام خاصة مثلا الأم التي لديها شخص ولد أو بنت غائبة، هذه الرؤية رؤية العجين في المنام تدل على رجوع ذلك الشخص العزيز الغائب. رؤية العجين للشخص الفقير تدل له على سعة في الرزق ورغد العيش وحياة الرفاهية القادمة له في المستقبل إن شاء الله. الشخص الذي لديه مشاكل أو أنه يريد الدخول على تجارة أو أنه يريد وظيفة يعني عاطل، هذه الرؤية إذا رأها في منامه رأى أنه يعجن أو رأى العجين بصفة عامة، هذه الرؤية تدل له على تيسير في أموره، يعني أن هذا الأمر الذي هو يسير نحوه سوف ييسر، وعلى أن أحواله ستصلح بمشيئة من الله. من كانت لديه ديون ولا يستطيع تسديدها، فالله سبحانه وتعالى إذا قال كن سيكون، ورأى أنه يعجن عجين خاصة عجين دقيق الشعير، هذه الرؤية تفسر بتسديد الديون. شر ما قيل في العجين هو رؤية العجين الفاسد. رؤية العجين الفاسد تدل والعياذ بالله لتعرض الرائي لخسارة مالية كبيرة خلال الأيام المقبلة. من يرى في منامه أنه يعجن العجين، يعني يرى أنه يعجن ولكنه يضيف الخميرة، هذه الرؤية تدل على أن الرائي يتصف بالتقوى، يتصف بالهداية، شخص يعني يخاف الله سبحانه وتعالى. المرأة الحامل التي ترى في منامها أنها تعجن خبزا وتضيف الخميرة، هذه الرؤية تفسر لها بأن ميعاد الولادة قد اقترب، وأنها يعني إن شاء الله ستكون ولادة سهلة لها ولجنينها. رؤية خميرة العجين والعجن في المنام تدل للرائي عن الابتعاد عن الأعمال السيئة التي كان يقوم بها والاتجاه نحو الطريق المستقيم. قيل كذلك بأن رؤية الرائي للعجين والخميرة في المنام تدل على الخيرات، على البركات، تدل على أخبار سارة قادمة له في الطريق، لكل يعني للرائي امرأة أو رجل. بالنسبة للبنت العزباء إذا رأت خميرة العجين في المنام، لأن الخميرة ماذا تفعل؟ الخميرة هي تزيد من حجم الشيء، لذلك فرؤيتها تدل على حجم شيء قادم. فمثلا البنت العزباء التي إن كانت في تجارة أو كانت لديها وظيفة، فإن هذه الرؤية تدل لها إن كانت في تجارة بأنها ستجني الكثير من الأرباح من هذه التجارة، وإن كانت في وظيفة فإن مكاسبها المادية ستزداد ربما عن طريق ترقية. تقطيع العجين في المنام، إذا رأت البنت العزباء أنها تقطع العجين لقطع صغيرة، هذه الرؤية تدل على أنها تنفق الأموال في غير محلها. البنت كذلك العزباء التي ترى بأنها تقطع العجين الأبيض، لأن نحن نعلم بأن العجين هو العجين دقيق كامل أو فقط دقيق الأبيض، إذا رأت فقط أنها تقطع عجين دقيق أبيض، هذه الرؤية تدل على أن لها سمعة طيبة بين الناس.
رؤية البنت العزباء أنها تقطع العجين وتضعه في الفرن، يعني تخبزه وتضعه في الفرن، هذه رؤية تدل على اقتراب موعد زواجها. رؤية العجين وعجنه في المنام للبنت البكر يدل على تحقيق الأحلام والأمان والأهداف التي تسعى إليها، وبذلك هذه الرؤية كذلك تدل لها على السعادة. هذا كل ما يدور حول تفسير رؤية العجين والعجن في المنام. من لديه رؤية خاصة به ويريد تفسيرها فليكتب على شكل رسالة، وإن شاء الله نستجيب لها. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، وفي أمان الله.